أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ كلمة مشهورة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف. أتى أعرابيا ذات يوم فأكرمه، يعني الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكافئه النبي فقال له ائتنا. فلما جاءه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك. فقال له ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي، يعني عايز ناقة أركبها، دي المكافأة بتاعتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اتمنى، اسأل، شوف انت عاوز ايه وانا انفذه لك. قال له عايز ناقة أركبها ومعزة أهلي يحلبوها ويشربوا منها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لضآلة ما طلب هذا الرجل ولضيق أفقه. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بيقول لك اسأل واتمنى وانت بتطلب عرض من أعراض الدنيا. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بما طلب وتوجه إلى أصحابه وقال فيهم غاضبا أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ طب إيه هي قصة عجوز بني إسرائيل أصلا؟ سيدنا موسى رضي الله عنه وعليه وعلى نبينا السلام لما أراد أن يخرج من مصر فارا من فرعون بقومه ضلوا الطريق مش لاقيين مخرج يخرجوا منه، فعرف إن فيه حكمة من ده فسأل قومه وعلماء بني إسرائيل ما هذا؟ إيه اللي إحنا فيه ده؟ قالوا إن يوسف عليه السلام حين حضره الموت أخذ علينا ميثاقا ألا نخرج من مصر إلا ونحمل عظامه أي بدنه، لأن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم إذن أنه لن يهتدي إلى الطريق إلا بحمل جثمان سيدنا يوسف معه. وقالوا له أنه لا يعلم مكانه إلا امرأة عجوز في بني إسرائيل، فذهب إليها نبي الله وقال لها أخبريني بقبر أخي يوسف. فقالت له لا حتى تعطيني حكمي، يعني تديني جايزتي وأجري. فقال لها وما حكمك؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة. فكره سيدنا موسى أن يعطيها ذلك، فأوحى إليه الله أن يعطيها حكمها، فقبل سيدنا موسى عليه السلام. فأخذتهم إلى مكان فيه بحيرة مليئة بالماء، فقالت لهم انبضوا هذه، يعني شيلوا المية وانشلوها اللي موجودة في الحفرة دي. فنشلوها، فقالت لهم احفروا في قعرها، فاستخرجوا التابوت الذي فيه جسد سيدنا يوسف عليه السلام فحملوه معهم. وحينما استخرجوه رأوا الطريق كأنه فلق الصبح، اهتدوا الطريق بهذا. القصة والعبرة منها اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ليها وحثنا على أننا نتمثل ونقلدها. أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قدامك الفرصة وتجيلك قدام ربنا سبحانه وتعالى، اسأل ربنا واسأل كريم، يعني ما تحددش سؤالك وانت بتسأل. ارفع ايدك لله عز وجل وقول يا رب أنا عايز أكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما تقولش يا رب أنا عايز أدخل الجنة وأكون أقل واحد، كرم الله عز وجل واسع. ما ترضاش أبدا بالدنيء، ارضى دايما بأعلى الأماكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى حاجة وأكبر حاجة تخطر على بالك ارفع إيدك وقول يا رب. فإذا سألت الله فاسأل فوق ما يخطر ببالك، فإن الله عز وجل أكرم من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.